كابتن ناصر، خلينا نخش في الموضوع على طول. اتفضل. خلينا نتكلم عن الصوره الايجابيه في الاول. حكامنا في كاس الامم الافريقيه كانت بارقه امل، اشدنا بيهم بعد خروج منتخبنا الوطني والمستوى الهزيل اللي قدمه المنتخب الوطني. قلنا في بارقه امل وكنا كلنا بنشيد بالحكام وتواجد الحكام المصريين وتواجد المصري في عنصره التحكيم. بعد كاس الامم الافريقيه شفنا اخطاء، مع احترامي ما ينفعش تظهر من حكم لسه بيبتدي تحكيم، اخطاء فجه يعني. ازاي نصلح منظومه التحكيم المصري؟ كابتن اسامه، طبعا سؤال مهم جدا جدا، واحنا جينا النهارده عشان نقول الكلام ده يا كابتن محمد، مش بنتكلم اي كلام، احنا جينا النهارده بنقول ازاي يبقى في تطوير تحكيمي بجد بجد. يعني انا النهارده بتكلم من الناحيه العمليه. ويمكن دكتور بيريل اكيد سمعنا، اللجنه كلها سمعانا النهارده، احترامنا لكل الناس، احترام كبير جدا سواء لاعضاء او محمد فاروق او رئيس اللجنه، ولكن يا جماعه بنتكلم يا كابتن محمد على تطوير المنظومه. طيب، اعتقد انا من وجهه نظري ان شغل لجنه الحكام مش احسن حاجه يا كابتن محمد في الفتره اللي فاتت. خلينا نتكلم بتفاصيل مهمه، ان مش هيبقى كل شغل الحكام عن طريق زوم. يعني اسمح لي، لا، النهارده احنا عندنا مشكله النهارده في حكام السفاره. فانت النهارده كل يوم بتجيبني في المحاضرات بتحكي لي على حالات تحكيميه وباخد بعض وامشي. لا، التحكيم مش كده يا كابتن محمد. انا عندي اقتراح من خلال قناه الاهلي النهارده، بقول رساله لفتور بريرة بقولها، دي وجهه نظر كابتن اسامه. النهارده عندي مشروع الهدف يا كابتن اللي موجود كابتن محمد. طيب، قول لي كم مره الحكام اتدربوا فعلا تحسين تدريب عملي، لان النهارده اساس التحكيم يا كابتن اسامه هو الملعب. زي اللعيبه بالظبط. بالظبط كده. يحصل تجمعات. هل انا النهارده ممكن اجيب اللعيبه او ال 22 لعيبه اقول لهم يا جماعه كل شغلنا هيبقى عن طريق الزوم او المحاضرات؟ مش هينفع. يبقى انا النهارده محتاج كابتن استغل مشروع الهدف. وهقول لك ازاي. يعني النهارده مشروع الهدف يعني اعتقد ان هو امكانياته كويسه قوي. لو انا النهارده بشتغل احترافي، انا النهارده فيتور بيريرا النهارده حضرتك موجود، خد اللجنه وعلى الاقل ثلاث مرات في الاسبوع انا بجيب على الاقل 25 حكم و25 مساعد. بشتغل شغل عملي يوم كامل يا كابتن محمد. يبقى في شغل تدريب عملي، في شغل تدريب فني، في شغل القاعات، ابتدي اقعد مع حكامي. انا النهارده لو جبت 50 حكم في المره يبقى 150 حكم في الاسبوع. يبقى انا النهارده عندي الكلام دوت ما بيتعملش يا كابتن محمد. طب انا هصلح اخطاء التحكيم ازاي يا كابتن اسامه لما النهارده الحكام كلها ما بتشتغلش عملي؟ يبقى النهارده الحكم كله بينزل يعتمد على الفار، وعندنا مشكله في الفار. يعني احنا عندنا مشكله في الفار، واحنا قلنا ياما يا جماعه مشكله الفار اللي هي بتسبب مشاكل للتحكيم. المفترض ان النهارده الفار وسيله مساعده يا كابتن اسامه، ولكن للاسف انا شايف من وجهه نظري النهارده بقت الفار بتمثل مشكله للتحكيم. لان خاصه لو الحكم راح ورجع ما اقتنعش، او الحكم ما جابش الحكم عشان يشوف الحالات، عندنا مشكله في تقنيه الفيديو. النقطه الثالثه، من ساعه ما جه فيتور بيريرا ومع احترامي ليه طبعا بقول له، كام واحد خد رخصه من ساعه حضرتك ما جيت لحد دلوقتي؟ يعني انت النهارده الرخص مقفوله. والنهارده عشان اعمل منافسه كويسه واطلع حكام تاني، يبقى في تنافس ما بين حكام الفار، مش هم دول بس يا كابتن محمد اللي انا بختارهم دايما دايما دايما، لا، خلي في تنافس، افتح الرخص للناس، الشاطر يعدي ونشوفه، ولكن مش هيبقى مجموعه واحده بس تشتغل على تقنيه. تمام. حاجات كتيره جدا جدا مهمه. شغل لجنه الحكام يا كابتن هو المفروض يكون شغل احترافي، مع احترامي لمجدي رزق وحمد القاضي واحمد ابو العيله وفيتور بيريرا ومحمد فاروق، كلهم ناس فوق دماغي من فوق، ولكن مش عيب ان انا اجيب ناس من بره، ناس من بره تساعدكم. واحنا كنا بنعمل كده، عندنا ناس من بره عندهم خبرات كتيره يا كابتن اسلام. يعني لما نجيب اسامه حسن النهارده ومحمد سعيد وتحسين ابو السادات وجماعه تعالوا ساعدونا واشتغلوا معانا بقى في الملعب ووقفوا معانا، مفيش مشكله خالص، ولكن اعتقد العدد اللي موجود مش كافي جدا لتطوير المنظومه. طيب، بشكل كويس.